تحية كبيرة بوجهها لكم جميعا، وبعيد كل أمهاتنا بعزة بمناسبة عيد الأمهات. نحن اليوم السبت بتاريخ 19 أذار 2011 عم نحتفل بهالعيد الغالي على قلب كل واحد منا، وقد ما نكرم الأم ما بنقدر نفيها جزء صغير من تضحياتها على كل المستويات. شكر كبير لجمعية سيدات عزة اللي بذلوا جهد كبير لتحضير وإنجاح المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. من زمان نحن هيك، ورح نبقى مع بعضنا كتلة وحدة ما حدا بيفرقنا. دايما عزة تحضننا والمحبة وحدة تجمعنا. مشوا معنا على دار الكنيسة لنشوف شو عم بيصير هونيك. الله معكم. اهلا، الله يحفظك. يلا عليكم جميعا. الله يخليك لبنهمي يا رب. طولنا بعمركم. عيد الأم أحلى الأيام. نحكي شي كلمة عن الشهادة، لأنه بركي الله قدركم واستشهدكم. أبو بهاء صحة وانا
حلو. اوكي ولا يهمك خلص. طوني خلينا اياك يا رب عجي طولنا بعمري. مرت عمي مرت عمي عايزين رد على سعيد خلينا اياكم. صور من ورايا حتى ما ينضاري. صحة وأنا حبيبي خلي لك إني إن شاء الله بصحته. أمين يا رب. شيخ سيد تعز والله يخلصه من هالشدة هيدي. أبو كلود أبو جورجي حبيبي اليوم جاي يا عزيز. اوكي يلا مش الحال خليك سعاد عليك ان شاء الله من تعيد يا رب. يا سيدي يا سيدي.